أهلا بكم. كان من المفترض أن يعود قصر فرساي إلى الحياة بانتهاء سنة 2020، لكنه سيبقى محجورا خلال الأعياد في انتظار إعادة فتحه ربما في يناير المقبل وسط تحديات كثيرة. وأدى القرار الذي اتخذ الأسبوع الفائت بتمديد إغلاق المواقع الثقافية لمدة 3 أسابيع إضافية على الأقل إلى إضعاف الآمال في العودة السريعة إلى الحياة الطبيعية في أروقة المقر الملكي الذي منعت الجائحة الزيارات إليه على مدى 5 أشهر هذه السنة. ابتكرت شركة ملابس يابانية بدلة بيجاما التي من المفترض أن تشبه ملابس المكتب، ولكنها تشعر مرتديها بالراحة مثل ملابس النوم، وهي مخصصة للرجال والنساء العاملين عن بعد من المنزل لمحاكاة التغييرات التي فرضها كورونا. البدلات المصممة للجلوس لفترات طويلة يبلغ سعرها 48 دولار تقريباً، ومصنوعة من مواد مطاطية لا تتجعد. سوزي وبابلو من الدببة الراقصة في جبال الهيمالايا التي تم إخراجها من حديقة حيوانات مثيرة للجدل في إسلام أباد بعد أسابيع فقط من إنقاذ الفيل الأكثر وحدة في العالم. كانت الدببة هي الحيوانات الأخيرة التي تم إنقاذها بعد أن أمرت المحكمة بإغلاق حديقة الحيوان بعد سنوات من الحملات التي قام بها دعاء. ويتم الآن الاستعداد لنقل سوزي وبابلو جوياً من العاصمة الباكستانية إلى ملجأ في الأردن. رسم أب كندي وشماً يطابق وحمة ابنه ليساعده على الشعور بالثقة، إذ تحمل الأب 30 ساعة من الألم تحت إبرة الوشم، كل ذلك على أمل جعل ابنه ديريك الصغير البالغ من العمر 8 سنوات يشعر بتحسن بشأن الوحمة الموجودة على جسده والذي عانى من التنمر بسببها. وقال أنه بات الآن أكثر ثقة وبإمكانه خلع قميصه والنزول لحوض السباحة. في اليونان فرقة موسيقية من فن الشارع تضم أطباء وطلاب طب تعزف في محاولة لإضافة البسمة على المرضى والموظفين في مستشفيات الخطوط الأمامية لفيروس كورونا في البلاد. عزفت فرقة رونفوس المكونة من 7 أعضاء أغاني خارج المستشفيات في مدينة سالونيك الشمالية لرفع الروح المعنوية. فبعد أن تلقوا ردود فعل إيجابية على أدائهم الأول في إحدى المستشفيات، قرروا الاستمرار في جولة في المستشفيات الأخرى. فاصل ونعود لمتابعة باقي فقرات صباح العربية.